أعزائي مشاهدي تلفزيون الرأي، أهلا وسهلا فيكم. لقائنا يتجدد معكم كل يوم جمعة الساعة 9:30 في برنامجكم جي أف سي جلاديترز فايتنج شامبيونشيب. أعزائي المشاهدين، مثل ما أنتم عارفين أن أعلننا عن إقامة بطولة جي أف سي للهواة. طبعا هالبطولة هذه راح تكون فيها فئات عمرية محددة، راح القوانين طبعا أكيد راح تكون مختلفة، راح طبعا جميع القوانين والتفاصيل موجودة بموقعنا. صالح، طبعا في ناس الحين اللي متابعينا واللي يمارسون في القتالية اللي حاب يشارك، مثل ما أنت عارف صالح حين ما يشوفون محترفين، أعتقد أنه ما في بطولة صارت للهواة عالمية وصار لها تسويق أو تركيز إعلامي، فصالح بيك تكلمنا شلون القوانين راح تكون؟ كيف في ناس متخوفة تقول لك أنا مبتدئ شلون راح أجاريهم داخل الحلبة؟ أبي بالبداية بيك صالح تكلمنا عن قوانين سلامة. تمام. سعود، بما أنها بطولة هواة وراح تجمع فئات عمرية ابتداء من عمر 11 سنة إلى فما فوق، الجانب السلامة سلامة المشاركين تم أخذه بعين الاعتبار بشكل كبير جدا، تم يعني تعديل بعض القوانين وجعلها مناسبة لهواة هذه الرياضة، بحيث انه حتى يعني اولياء الامور يكونوا مطمنين على يعني ابنائهم في المشاركة في هذه البطولة. طبعا الهدف من إقامة هذه البطولة انه احنا نعمل تاريخ للهواة، الكويت ما فيها تاريخ لهواة الفنون القتالية المختلطة، واحنا راح نعمل ان شاء الله سجل ريكورد زي الشوردون يكون على موقعنا في الريكورد تبع اللاعبين الهواة، وهذه على فكرة أول مرة بتصير يعني بالكويت ويمكن بالوطن العربي. زي ما احنا عندنا رصيد للمحترفين في بطولة جي اف سي، راح يكون عندنا رصيد للهواة. طبعا المعلومات اللي راح اتكلم عنها جميعها تستطيع المشاهدين انهم يشوفوها على الويب سايت gfc-mma.com. البطولة ان شاء الله راح تكون على ثلاث فئات، الفئة الاولى من 11 سنة الى 13 سنة، والفئة الثانية من 14 سنة الى 17 سنة، والفئة الأخيرة هي فئة الرجال من 18 سنة فما فوق. الفئة الأولى طبعا ما يميز هذه الفئة، طبعا راح يكون اللعب في لجميع الفئات بجلوفز 7 أونص قريب من جلوفز الملاكمة، جلوفز آمن عند في سماكة. صالح، بما أنك ذكرت سماكة الجلوفز، يمكن في ناس ما تعرف سماكة الجلوفز هو للمحترفين، يا ريت تذكر وتقارن لي بينهم. تمام، الجلوفز الهواة 8 أونص، جلوفز المحترفين بكون 4 أونص. تمام، غير هيك اللاعب راح يلبس واقيات كاملة نفس واقي الساق، وهذا طبعا جدا مهم علشان يمتص الضربة، بالإضافة إلى الجلوفز واقي الأسنان وواقي المقتل. طبعا صالح، بس يعني الحين إذا بس نوه على سؤال المشاهدين وأوضح لهم الفكرة، هو طبعا أنت تقصد أن كل ما زاد سماكة كل ما قلت قوة الضربة طبعا المؤثرة. طبعا لأن السماكة هي سماكة الاسفنج الموجود في الجلوفز. من الأشياء المهمة طبعا نذكرها في القانون، طبعا بالنسبة للناشئين من 11 سنة إلى 13 سنة راح يكون النزال ما في ضرب على الوجه في وضعية الوقوف، ولا في ضرب على الوجه في وضعية الوضعية الأرضية. النزال راح يكون جولتين، الجولة دقيقتين، إذا صار في تعادل نتحول إلى جولة ثالثة. طبعا كالعادة ما يحب يعني ما يحتاج إني أتكلم عن التحكيم، لأنه إحنا تحكيمنا هو تحكيم يعني من الخارج، بنجيب من أفضل الحكام للحفاظ على سلامة اللاعبين. في شيء جدا مهم في القانون خصوصا في موضوع اللي هو الحكم، لو شاف حركة كسر أو خنق أو حركة تثبيت بشكل عام كاملة، مثلا حركة أنبار أو حركة خنق كاملة لمدة مثلا 15 ثانية، حتى لو اللاعب ما استسلم، وخصوصا عند يعني ابتداء من عمر 11 سنة إلى 13، هذا العمر الحكم حيكون سنسيتيف كتير، حساس لهذه الحركات. إذا حس أنه اللاعب الحركة تم تطبيقها بشكل كامل راح يوقف النزال. الهدف من هذه البطولة سعود أنه ندخل هذول الأطفال صار عندهم حلم، صار يشوف اللاعبين المحترفين نفس عبد الرحمن رمضان وباقي الأبطال وجواد وغيرهم من الأبطال، وصار عنده حلم أنه يبدأ. وإحنا اليوم في جي اف سي، ويمكن احنا على جيلنا كلنا كنا نتمنى انه يكون في حدا يعني ما اخذ على عاتقه هذه المسؤوليه، واحنا اليوم يعني بفضل من رب العالمين تحملنا هذه المسؤوليه، ويعني راح ندخل جميع لاعبين الفنون القتاليه في جو الكيج. الفئه الثانيه من 14 سنه الى 17 سنه، طبعا النزال راح يكون جولتين، الجوله 3 دقائق، اذا صار في تعادل بروح لجوله ثالثه. طبعا البطوله محرم فيها استخدام الكوع في كل الوضعيات، كل الفئات بالضبط، والركبه على الوجه غير مسموحه،
في فئة الأشبال اللي هي من 13 سنة إلى 11 سنة، عفوا من 14 سنة إلى 17 ما فيها ضرب على الوجه في الوضعية الأرضية. أما فئة الرجال فئة 18 سنة 18 وانت تطالع إيه؟ طبعا جولتين، الجولة 3 دقائق، إذا صار في تعادل بنروح لجولة ثالثة. نفس الواقيات، في ضرب على الوجه، ممنوع استخدام الكوع، ممنوع استخدام الركبة على الوجه. وفي ضرب الوجه في الوضعية الأرضية؟ في ضرب في الوجه بالوضعية الأرضية، احنا مو متخوفين منه لأنه طبعا سماكة الجلوفز سماكة عالية. إقبال هائل وإقبال مثير جدا من الأندية على هذه البطولة، شاهدنا في على الموقع والناس اللي بتتصل بتستفسر والناس اللي أوريدي طبعا صالح سجلت. شوف التقديم الحين صار ما شاء الله بالجملة، لأن الناس أول كانت لما تشوف جي اف سي المحترفين كان عندهم حلم انه يصعد على حلبه يشوف الابطال مثل ما انت قلت، يبي مثل صاروا قدوه بالنسبه له. بالضبط، فهو صار حلم اي لاعب يلعب يمارس فنون قتاليه بالكويت انه يصعد داخل الحلبه. طبعا صالح بس احب اذكرهم راح يكون تركيز اعلامي طبعا على المشاركين، وراح يكون الحلبه حلبه راح تكون داخل الكيج، يعني كل مهيئ لهم كل الاشياء طبعاً. طبعا من ناحيه الاعلاميه يعني من ناحيه التجهيزات من ناحيه الفنيه من ناحيه الاداريه راح نخليهم يحسون انهم محترفين. ما راح تقل يعني اعداد البطوله من حضور جماهير ونص ما تفضلت الكيج، وطبعا قناه الراي مشكورين او مجموعه الراي تلفزيون وجريده حيكون تغطيه، راح كالعاده نقابل هذول الاشبال والبراعم المتميزين. واهم شيء في هذه البطوله شيئين صراحة، أول شيء اللي أنا ذكرته موضوع الريكورد، وهذا جدا جدا مهم لأنه اللاعب راح يصير ما يوصل عمر مثلا 20 25 سنة إلا عنده ريكورد في اللي هو، وإذا تحول على المحترفين بيصير في عنده ريكورد. شيء جدا مهم إنه إحنا من خلال هذه البطولات راح نتعرف على اللاعبين المميزين خصوصا في فئة الرجال، راح نتابع اللاعبين نشأة اللاعبين الأشبال وصعودهم إلى فئة الرجال، وبعد هيك يصير اختيارهم لفئة المحترفين. اليوم من خلال هذه البطولة احنا راح نتعرف اكثر واكثر على اللاعبين يعني كتاريخهم الرياضي، احنا راح نساعدهم في صناعة تاريخ رياضي، وهذا جدا شيء مهم، وراح يخلينا اللاعب اللي راح يدخل على قفص الجي اف سي بعد هيك ما راح يكون لاعب مبهم، راح يكون لاعب الناس شايفينه في بطولات المنظمة. صالح طبعا يعني يمكن الاكثر اللاعبين في الفنون القتاليه بالاول كانوا يعانون من ظهور اعلامي، ما لهم تركيز اعلامي، يعني صار الحين فرصه نفس ما انت قلت منها ريكورد ومنها ظهور اعلامي. صالح بس قول لنا اخر شيء طريقه التقديم. التقديم طبعا في فورمه موجوده في الموقع، ادخلوا على الويب سايت تبعنا gfc-mma.com راح تشوفوا الفورمه وطريقه التسجيل. سعود اليوم في هاجس في الوسط الرياضي وخصوصا في الفنون القتاليه حول الاصابات. احنا اليوم خصصنا هذه الحلقة ويمكن تكون من اهم حلقات المنظمة او اهم حلقات البرنامج للتوعوية خصوصا لاعبين الفنون القتالية المختلطة والفنون القتالية الاخرى بشكل خاص وبشكل عام لكل الرياضيين، اصابات المفاصل، اصابات الـ يعني الديسلوكيشن والامور هذه هاجس يشغل بال الكثير من اللاعبين خصوصا اللي صار عنده اصابه واللي يعني يحاتي هذا الموضوع. تابعوا معنا الفقره القادمه، فقرتنا جدا مهمه وتوعويه، ننصح الجميع من ممارسين شتى انواع الرياضات لمتابعه هذه الفقره. رجعنا لكم من بعد الفاصل، اليوم ويانا ضيف جدا مميز، معانا الدكتور فوزي محمد عيسى استشاري جراحات العظام انجلترا، خبير جراحات المفاصل والمناظير والطب الرياضي. ارحب فيك دكتور. اهلا وسهلا. حياك الله دكتور وشرفت البرنامج، واليوم يعني قصدنا هذه الفقره لانه طبعا زي ما حضرتك عارف برنامجنا برنامج رياضي مختص في الفنون القتاليه المختلطه، واصابه المفاصل هذا هاجس عام يصيب جميع ممارسين هذه الرياضه. فدكتور حابين نتعرف عليك اول، تعرف الجماهير على حضرتك. انا اسمي فوزي محمد عيسى زي ما قلت، انا استشاري جراحه عظام ومفاصل ومناظير وطب رياضي. انا معظم حياتي المهنيه اديتها في انجلترا اكثر من 20 سنه، وكنت استشاري جراحه عظام في انجلترا من سنه 92 بعد تمريني كله في انجلترا. مهتم جدا جزء كبير من الى جراحه المفاصل والمناظير والطب الرياضي.
وطبعا انا بتشرف ان انا اكون في البرنامج بتاعكم اللي هو طبعا بيأدي خدمه عامه، وان شاء الله نحاول نفيد المشاهد والممارس لرياضه الفنون القتاليه بشكل عام في تجنب الاصابات اذا امكن، وطريقه العلاج ولو حصلت باذن الله يعني بالزبط. يكون ازاي يبحث عن علاج او ازاي مانجت. دكتور قبل ما ندش بالتفاصيل اصابات بس بسالك سؤال، انت بما انك ما شاء الله عندك خبره طويله بانجلترا، ابيك تقول لنا شنو اكثر الرياضه كانت هيك يعانون من الاصابات، اكثر رياضه هي اكثر رياضه، هي طبعا اكثر رياضه كانت كره القدم يعني. الحمد لله احنا نبي نوصل حق النقطه هذه، هي لان الممارسه كمان، لان هي اكثر ناس بتمارسها يعني. اوكي، وبعدين هي رياضه بسمها احتكاكيه زي الفنون القتاليه يعني، يعني بس وكمان وساعه ونص وكلام من ده يعني كثيره. الفنون القتاليه انا دايما كنت بشوف ناس، مع اني كنت دايما بعالج معظم اكتر من اي حد زميل ليا في انجلترا، كاراتي والجودو وكل الفنون القتاليه كانوا بيجوا لي لان كان عندهم مشاكل ساعات في الكتف او الركبه او الكاحل بكثير. بس بالنسبه اعتقد يعني طبعا ما عملتش انا بحث علمي عشان اشوف نسبه حدوث الاصابات بالنسبه للعدد، فوات ابير من اوتسايد من غير ما ادخل في التفاصيل ان اصابات الملاعب في كره القدم كانت اكتر من اي مسألة. هذا النقطه انا بس يعني ممكن تمارس معظم اكشلي اصابات قليله بتاعه الفنون القتاليه اوكي، وبالذات المحترفين باي زاوية. نفس ما تفضلت اكثر الاصابات في الفنون القتاليه في الركبه والكاحل والاكتاف، كلمنا عن نوعيه الاصابات اللي ممكن تصير. الاصابات طبعا بتاع اي اصابه في الفنون القتاليه والاحتكاكيه، اي اصابه ممكن تحصل بتعتمد على طبعا ازاي حدثت الاصابه. نوع الاصابات حاجتين اللي هي اصابات بيسموها اوفر يوز، ان ما حصلش احتكاك، انك انت بتلعب كره او فنون قتاليه او باسكت بول او اي رياضه وبتعمل مجهود اكتر من اللازم، فبعد مده المفصل او العضله بتزهق منك يعني اللي بيسموها اوفر يوز، فانت قاعد تستعمل فيها هذه العضله وساعات بطريقه اكتر من اللازم، فبيجي لك التهاب زي ايه؟ التهاب العضله الرباعيه، التهاب العضله الضامه، التهاب ديت من اوفر يوز، مفيش حد عمل، مفيش اصابه معينه حصلت. والحاجه الثانيه اللي هي الاكيوت اللي هي الحاده، اللي حصل تصادم واحتكاك وحسيت رجلك لفت او قدم او كاحل او ركبه او الكتف التنى او بشكل ده، فدي اصابه حاده. فدي نوعين من الاصابات لها يعني، دي لها طريقتها، ودايما بيجي المريض نفسه يقول لك انا ما حصلتليش اصابه، دايما نسال هل حصلت اصابه معينه تفتكرها خلتك تقف اللعب او لا؟ طبعا دي بتراجع، فيقول لا انا بقالي مده بعاني ودلوقتي حصلت. نعم. الكتف اكتر حاجه بتعمل اللي هي ممكن تيجي اصابات بسيطه، بالذات لان بتوع مارشال ارتس ساعات بيدفعوا حديد كتير. صح. ورفع الحديد عندهم ساعات طموح اكتر ما العضله تقوى، فبيحاول، وانا هذه انا الخطا اللي انا بنصح ضده انا ارتكبته شخصيا يعني، ان انا بقيت احمل على كتفي العب حديد وانا لست قوي بما فيه الكفايه ان انا احمل بعض الاوزان، واصبت عملت اصابه لكتفي بسبب هذا الطموح او الحماس الزائد. فانا طبعا لازم يطب بالتدريب وكل حاجه، فالكتف مهم جدا في الموضوع. طيب دكتور كيف يعني طريقه تقوية هذه المفاصل أو الوقاية؟ الوقاية خير من العلاج. نعم. يعني لازم actually نعتمد، ودي حاجة دكاترة العظام أو الإصابات الملاعب نادرا ما يعني ما يتناقشوا بعض مع المدربين. المدرب مهم جدا جدا، المدرب. صح. ده من أهم الناس، وده اللي مفروض يكون له دورات تدريبية ويكون يقول رأيه. صح. للدكتور جراحة عظام، ده غير العلاج. دورات تدريبية بشنو؟ للمدربين. والمدرب هو اللي هو اللي بيعد اللاعب، سواء كان لاعب هاوي أو لاعب عايز يحترف. بس أحب أوضح نقطة ما دي فهمتها، لا أنت تقصد أنه يعطيه تمارين سليمة، ما تكون تمارين تأثر عليه. طبعا لا، اللي هي تقوية وحاولة تفادي الإصابات. أنا بأسف بأن أنا ده رأيي، انما انا من الناس اللي زي كل الدكاتره بنهتم ساعات بالعمليات وبالعلاج. نعم. لكن بننسى في قضم هذا العمل. صح.
ازاي الوقايه وازاي ننصح الناس. طب ننصح اللي بيجي لنا، بس ساعات النصيحه انا اسف اقول لك تبقى تو ليت، يعني 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 العيان جاي لي بيوصل لي او حاجه اقول له لا انت ما كانش المفروض تعمل كده. فمع احترامي ليا انا مقصر، المفروض ان البرامج اللي زيكم تعمل كلام واحنا بنستفيد منه نفسه. يعني معظم الدكاتره لما حتى الدكاتره المساعدين اللي انا بعلمهم واللي انا بحاول ان انا ابتدى بلاقيه ساعات سطحي جدا على ازاي الوقايه وايه النصيحه اللي ينصحها له. كويس قوي في وصف العلاج، كويس قوي في النصيحه بعد العمليه، ولكن ليس بالضروره النصيحه اللي ازاي تعمل ايه. انا بلاقي ان المدرب دايما احسن من العلاج الطبيعي، حتى مع احترام العلاج الطبيعي انا ربنا يسهل وما حدش يزعل مني بعد الكلام اللي هقوله ده، المدرب الفاهم والواعي هو اكبر مفيد للعيب، وان هو مفروض يعني يكون مؤهل ان يعرف برنامج معين، لان كل الرياضه لها البرنامج. يعني اللي بيحتاجه مثلا اللي هو السبرينتر اللي هو اللي بينط نطه صغيره، غير اللي بيحتاجه بتاع الماراثون اللي هو بيجري طويل. صح. ده عايز عضلات معينه وده عايز عضلات. الناس اللي بتعمل مارشال ارت القوه اللي والكيك بوكس وكلام من ده، ده عايز حاجه معينه اللي هي قوه عضلات معينه وستريتشنج معين والعضلات بتاعت الكتف. الناس اللي بتلعب فولي بول وباسكت بول غير اللي بتلعب فوتبول، يعني فحاجات معينه ديت انا نفسي ما يعني طبعا بفهم فيها كويس، لكن يمكن مدرب واعي يكون عنده الثقافه اللي كل عضله، يعني انا والله على الجرح كل خبرتي معظمها 99% منها يعني ازاي اخلي المريض ده اللي هو المصاب يرجع يلعب الرياضه. وصحيح ودي حاجه طبعا مرغوبه ودي حاجه انا فخور بيها ان انا رجعت كذا لاعب، كان جودو بطل جودو او لاعب بطل الرمح بتاع الكويت او 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 الناس ديت اللي كان عندها مشاكل وحشه في مفاصلها وقدرنا نرجعهم. لكن انا مفروض اقضي وقت اكتر من اللي بقضيه في العلاج. صح. ان في التوعيه وان كل البرامج ديت ازاي نتجنب اصابات الملاعب، واتمنى ان دي حاجه دين مدربين وكده. انت صدق بالفعل احنا بالكويت يمكن نفتقر حق الامور هذا، يعني وكل العالم كله بصراحه للاسف. يعني هو واحد قال انا مدرب، يعني في انجلترا لما جم يعملوا دوره الاولمبيه عملوا دلوقتي غيروا نظام قبلها، بس لسه جديد اخر 10 سنين يعني. صح. الكلام ده ما كانش على ايامي وانا بتعلم طب رياضي في انجلترا. كنا مهتمين، بس لسه عملوا دلوقتي عملوا حتى طب رياضي جديد اللي هي زماله. انا معايا زمالة كلية الجراحين الملكيه بانجلترا اللي هي تعادل الدكتوراه، واللي هي كل الجراحين اللي هم ما فيش جراح بريطاني لازم دي الحاجه ان هي اللي ياخدها. عملوا زماله للطب الرياضي بالسبع سنين بس، والطلب ان ما فيش حد يمارس الطب الرياضي اللي هو الطب الرياضي من از فيزيشن كطبيب باطني، طب رياضي مش طب رياضي بتاع، لان مش كل اصابه محتاجه عمليه. صح. وده ساعات اللي بيخوف الرياضيين انه يروح لجراح العظام. بعدين دكتور يمكن الرياضي عمليته اصعب لانك انت بدك ترجعه رياضي. هي عمليته يعني اصعب لانه هو بيحتاج، هي صح، وفي نفس الوقت الرياضي من انا بحب اعمل عمليه للرياضيين لان صح. الرياضي بيستفيد منها او بيحب يخلي لي العمليه 100%. صح. ولا يدخل جهد، ان يعني انا مثلا لما بتعمل باص صليبي الواحد ما بيلعبش رياضه سوري يعني بيقعد يقول لك انا كويس الحمد لله انا رجعت انا وبمشي انا مش عايز العب. وانا ده بيحزنني ان لما المريض يعمل له باص صليبي يقول لي انا مش عايز العب، انا عايز يعني ايوجي يقول لي انا بدات ارجع العب وبدات امشي واجري وكلام من ده. الرياضي بقى بيفتح نفسي لانه بيقول لي انا رجعت انا جريت. بيسبب لك تحدي بينك وبين نفسك. وكمان حاجه الرياضه اجمل حاجه في الدنيا ديت، بتحس يعني السكر والضغط واللي ده مش ضروري انك تبقى تكون بروفيشنال زيكم، بس ايه انك انت لما تبقى رياضي ولو عن نص هاوي مش ضروري هاوي كامل ديت بتخليك تعجز بشاكه اللي هو تو ايدج جريسفولي، انك توصل لـ60 بانك انت السكر والضغط مفيش. ودي الحاجات المهمه لازم. صح. تمشي وتجري وتعمل رياضه ولو بسيطه، يعني ده بتخليك في فعلا يعني دكتور نتكلم عن امور التغذيه الخاصه ب يعني المفاصل فيتامينز اذا في اشياء تنصح فيها، ونتعمق اكثر في اصابات الركبه من الرباط الصليبي وغيرها. راح نناقش هذا الموضوع، ولكن دكتور يسمح لنا بس نطلع فاصل. عوده معكم اعزائي المشاهدين.
دكتور فوزي، اتكلم عن الفيتامينز المهمه وطريقه التغذيه المهمه بشكل موجز للمفاصل. بشكل موجز الفيتامينات كلها مهمه، لكن ساعات بعض الفيتامينات لما تزيد ويؤخذ بدرجه اعلى ممكن تضر. يعني مثلا نتكلم على فيتامين د. فيتامين د ده من اهم الفيتامينات وبقى الموضه، يعني من سنه 1929 اكتشفنا فيتامين د وكنا بنقول عليه لسلامه وقوه العظام. نعم. لاخر 10 سنين حصل ثوره، فيتامين د ده طالع في كل حاجه، في جمال البشره، الشعر. نقص فيتامين د يعرضك للاصابه بالسكر 200 مره اكتر من اللي ما عندوش نقص فيتامين د، ودي في طبعا السكر في الكويت حاجه من اكتر الامراض. فطبعا اي واحده، المشكله ان في الكويت اي حد عايش في الكويت سواء كان كويتي او غير كويتي اكتر من سنه، طبعا الكويتيين اكتر لان عايشين طول عمرهم، صح، بيكون عنده نقص حاد. انا اكتر من 90% ممكن 95% اقولها بكل صدق ان نازلين، وفي حاجات ارقام ساعات يعني ايه فيتامين د ما تقاسش. يعني عندنا حسب مثلا في بعض المعامل زي معامل طيبه من 30 ل 40، بعض المعامل في وزاره الصحه من 75 ل 150 او 250، بنلاقي 2 او 3 درجه وساعات ما بيتقاسش. نعم. طبعا ده نادر بس معظمهم تحت ال10. شنو السبب يرجع الى ان مستوى الفيتامين د منخفض؟ في اسباب بيئيه، ما المفروض وزاره الصحه تقول لنا ايه الاسباب البيئيه اللي تخلي النقص ده حاد، لكن انا لما دخلت وبحثت اكتر لقيت ان الفيتامين د ال ال التحول المفاجئ من الحراره من ناحيه للتانيه، بمعنى حراره شديده زي الحر الشديد، صح، تدخل تكييف جامد، صح، والعكس يمكن بيمنع امتصاص فيتامين د. قله التعرض للشمس، لا التعرض للشمس، الشمس بتاعت الكويت حارقه للاسف، صح، يعني فيما عدا الثلاث شهور الجمال اللي احنا عايشين فيهم، انما الشمس بتاعت فيتامين د اللي هي السان رايز اللي هي الفجر. نعم. فلازم تقف عريان او نص عريان الساعه 6 الصبح مع شروق الشمس. طبعا لو في حد كويتي او كويتيه ولا وافد او نون كويتي او نون يعني او يعني غير كويتي او كويتيه هيقف في الشمس في الساعه الفجر عريان او نص عريان، يعني يمكن يترحل لو وافد يعني، ولو كان كويتي هيدخل مستشفى المجانين، يعني هيدخل مستشفى المجانين. فاللي انا بنصح بيه طبعا هو موجود في السي فود اكتر حاجه وكلام، بس اللي بنصح والسي فود طبعا صحي دايما، صح، اللي بنصح بيه ان كل واحد عايش في الكويت على الاقل سنه. نعم. وفي معلومات بسيطه باختصار ان احتياجاتك اليوميه من فيتامين د 1500 وحده، فلو انت وصلت الفيتامين د الى الحد الكويس اللي هو من 30 40 حسب المعمل، بتاخد كبسوله 50000 في الشهر، لان احتياجاتك اليوميه 1500 وحده يعني 45000، كبسوله 50 تكفي بالغرض. الحاجة التانية ان فيتامين د بيقعد في الجسم 6 شهور فقط. الحاجة التالتة ما تاخدش حقن، الحقن طريقة كويسة وسريعة، لكن الكبسولات طريقة ممتازة وبسيطة، لكن الحقن بتكون لازم تاخد بالك ان الناس اللي عندهم history of renal stones يعني حصاوي الكلية، نعم، ما ياخدوش حقن، ولما لو اخدت حقن تشرب ميه كتير بعدها، لان بيبقى عرضه الناس اللي عندهم الكالسيوم عالي جدا، يعني مثلا هايبر كالسيميا اكتر من اللازم، برضو لازم ما يقدرش ياخد حقن ياخد ده. ففيتامين د المهم بيدخل دلوقتي في ازمات القلب، لانه بيدخل كمان انه في الاكتئاب، الناس اللي عندهم نقص فيتامين بيجي لهم اكتئاب، التهابات المفاصل والالام العامه فيتامين د المسؤول عنها. فالمهم فيتامين د ده جزء من صحه المواطن العادي والمواطن الرياضي، وما دام عايش في الكويت سواء كنت كويتي او غير كويتي بليز يعني اسهل حاجه، وموجود في الكويت. ومعلومه صغيره يعني، كل حاجه في الكويت عاده اغلى من مصر. الفيتامين د اللي هو ب 30 ل 35 دينار في الكويت ارخص من مصر، يعني مصر بيعملوه ب 2000 جنيه وبيبعتوا لنا، ما عندناش حاجه نعمل فيتامين د كتير، فمعظم المعامل بتبعته لاوروبا، فيبقى الثمن غالي. في الكويت مع موجود دلوقتي في معظم المعامل، فسهل انك انت تحصل عليه بثمن كويس، فيعني ما يعني. طيب دكتور، لو نتكلم عن اكثر هاجس يصيب الرياضيين بشكل عام والفنون القتاليه، الركبه. نعم. الركبه ديت من اكثر المفاصل تعقيدا، دي ثلاث مفاصل في بعض. نعم. الناحيه الجانبيه الداخليه بسميها الميديال كومبارتمنت، الناحيه الخارجيه بيسميها اللاترال كومبارتمنت الخارجي، وبين صابونه الركبه الباتيلو فيمال كومبارتمنت وبقيه الركبه. وفي رباطين مهمين جدا، الرباط الصليبي الامامي والرباط الصليبي الخلفي. معظم الاصابات الرباط الصليبي الامامي، بيحس معظم اللاعب بيقول لك انا بلف رجلي ولا حسيت تك. هو حاجه يعني معلومه
مش جميلة هقولها للناس الكويتيين أو الخليجيين بصفة عامة، إن هناك ليس عيب ولكن حاجة تشريحية وراثية في الركبة الخليجية، اللي هي هناك ميل زائد أكتر من اللازم في أعلى عظمة الساق المشارك في الركبة، وهذا الميل الزائد مع ستريتشد الأربطة بتخلي سهولة الإصابة بالرباط الصليبي نتيجة إصابة بسيطة أو متوسطة أكتر من أي ركبة في العالم شفتها. يعني أنا كوني 20 سنة في إنجلترا، معظم إصابات الرباط الصليبي اللعيب داخل مع لعيب تحس إصابة كأن دبابة بشرية مع دبابة بشرية، والدين طلع ودلف وآه وشالوه على هذا. على العكس في الخليج تبص تلاقي هو ماشي بس يلف رجله، ينزل على السلم رجله تنزل تحت منه، الرباط الصليبي يحصل فيه. يعود الى ايش هذا ده؟ ما قلت لك وراثيه، ان عظمه ان ميل عظمه اعلى عظمه الساق مع ان الرباط الصليبي نتيجه القعده التربيع القرفصاء تربيع. نعم. ونتيجه ان العظمه دي مايله زياده، ونتيجه ان احنا عندنا مرونه يعني اكتر من اللازم اللي هو الخليجيين عموما، ده بيخلي سرعه ان الرباط الصليبي اوريدي ستريتشد، مش محتاج قوة كبيرة عشان تقطعه أو تكمل عليه. نعم. ده برضو من ملاحظاتي، بتلاقي الناس مثلا في إنجلترا اللي عنده خشونة شديدة في الركبة تلاقيه ما يتنيش ركبته أكتر من 90 درجة، هنا تلاقي خشونة مش شديدة، شديدة 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 شديدة، ويقدر لأنه متعود لازم يصلي فبيجيب الركبة للآخر. وعشان كده بعض الناس ما بتحبش تعمل عمليه نفس الركبه برغبه من حاجاتها الشديده لها، لان يقول لك انا مش عايز اعرف اصلي. ولا دلوقتي في احنا دلوقتي بنعمل الركبه الاسلاميه، هي مش ركبه اسلاميه، ده بالعكس دي الشركه اللي بتطلعها مش بعيده عن الاسلام خالص، لكن الركبه ديت بتسمح في 75% من العيانين انهم يقدروا يصلوا بعد اداء مفصل الركبه الصناعي. فعندنا دلوقتي ركب بتصلي بيها ومفاصل الحوض بتصلي بيه، لكن يعني معظم المرضى ساعات عشان حبهم للصلاة، مع ان طبعا ديننا دين يسر وليس عسر يعني ممكن يعني، بس ده هو رأي الناس، يقول لك لا انا عايز اصلي. فدلوقتي مفروض ان لو كان مريض محتاج ركبة صناعية، فدلوقتي موجودة الركبة الصناعية التي تسمح لثلاث ارباع العيين بانهم يصلوا. اوكي بالنسبة نعود لما كان للنقاش السابق، الرباط الصليبي سهولته في الخليجين، بس يعني دي حاجة ما تقدروش تغيروها لانها حاجه وراثيه او جزء موجود. زي انا مثلا اصلع ما اقدرش اغير تركيبتي الوراثيه وابقى عندي شعر حلو زيكم، يعني نفسي اكون كده بس ده للاسف للاسف صعب حدوثه. ففي حاجات وراثيه وتجري في العائله دي جايه في جده، ان هي دي ما تقدرش. اللي نقدر نعمله اللي هو ايه، اللي هو ستريتشنج. انا من رايي ان من ضمن الحاجات اللي الناس بتاخد بها في كل الإصابات استريتشنج، يعني عشان تمنع الإصابة طبعا انك انت تحاول ما تصابش. يعني انا كنت فاكر زمان وانا كنت لسه عيل صغير بعمل جراحة عظام في انجلترا، ان اللعيب اللي بيجي له إصابة رباط صليبي بيبقى لعيب غبي. اتضح ان لما لقيت واحد اسمه جازا على ايامي دبن دلوقتي من 20 سنة جات له إصابة، وناس كتير يعني بيلي مثلا عمره ما جات له إصابة او نادي اللي جات له إصابة، انما اللاعبين دلوقتي بيجي لهم اصابات كتيره لان الحماس ساعات بيتفوق على المهاره. صح. فبيحصل الاصابه فعلا. فاللي بيحصل ان اللي عشان تتجنب اصابه الرباط الصليبي تقويه العضلات، العضله الرباعيه وستريتشنج اللي هو تفرد العضله الخلفيه والعضلات الجانبيه ديت، بتخلي فيه مرونه، فالمرونه بتسمح بتجنب الاصابه. طبعا ليس 100% ولكن احسن ان يكون عندك العضله الخلفيه استرتش احتمال بالاصابه. اكيد هذا الدكتور يعني بالاضافه الى يعني الورم اب بالتسخين والورم اب التدخين اللي قبل مع ان في ابحاث بتقول لك ان الورم اب ما بتعملش فرق، لكن انا مصمم ان الورم اب بيتهيئ اللاعب انه يتمل كرخات اكتر ويعمل استرتش اكتر. بس استرتشنج الكويس بيقلل حدوث الاصابات. دكتور بما انه حضرتك يعني من اهم الاستشاريين الموجودين في الكويت في هذا المجال، كيف الناس تتواصل معك اللي عندهم اصابات او عندهم استشارات في هذا الموضوع؟ وانا طبعا ممكن تكتب رقمي على في اي مركز عفوا، او انا موجود في مستشفى، انا رئيس قسم العظام في مستشفى طيبه في صباح السالم. نعم. اوكي كنت عايز اتكلم على الرباط الصليبي، علاج الرباط الصليبي، ان المريض ما يعني ما يتواناش. انا عندي ناس اذكياء جدا
والكويت الله أكبر ما شاء الله على ذكائهم، لكن بسبب خوفهم من العمليات أو عدم ثقتهم في الطب أو العمليات بيؤدي إلى تأخير عملية إجراء البصر بالذات للرياضة. دي حاجة قاتلة ممكن تزيد الأعراض، الأعراض اللي هي عدم ثبات الركبة. وحتى لو أنت ركبتك ما بتلفش بسمها جيف واي بالإنجليزية، بتجلي أو بتخونك، سميها زي ما تسمى بحسها. بس في مريض يقول لك أنا هقوي العضلة وامشي. الحاجة اللي لازم يعرفها كل لعيب وغير لعيب أنك أنت ممكن تجري في 10,000 متر 15 كيلو 20 كيلو وما حصلش أي مشكلة في خط واحد. المشكلة لما تيجي تعمل وقت يقول cutting أو pivoting اللي هو على الناحية رجلك بتلف. لو أنت حتى قويت العضلة، الحركة الصغيرة اللي هي بتطلع الركبة ربع طلعة أو حتى 10% دي بتؤدي إلى احتكاك بين الغضاريف، فبتؤدي إلى إصابة الغضروف الهلالي الداخلي أو الخارجي أو الاثنين، وسبسيكوينتلي بتحصل خشونة بيسموها دانيال كاسكيد. يعني واحد اسمه دانيال عمل إزاي إصابة رباط رباط صليبي وبيصير كمان بتبقى قطع في الغضاريف وبعدين بيصير خشونة. وثبت علميا أن في بعض الأبحاث أن عدم إجراء عملية رباط الصليبي للإنسان اللي هو صغير أو صغير، أنا بتكلم أنا بالنسبة لي أنا يعني مع احترامي للسن، يعني ان في ثلاث ان جريتش عمليه اعاده بناء رباط صليبي في 3 سنين 70% بيجي لهم خشونه، وفي 5 سنين 90% بيجي لهم خشونه. دكتور كان ودنا نستمر وياك اكثر، ما شاء الله عليك فتنا ود معلومات جدا قيمه. يا ريت تقول كلمه اخيره. انا شاكر جدا جدا، وارجو ان تكون يعني تدعوني اجين، وانا اتشرف ان انا اجي تاني ونتكلم بعدها. بالضبط. الله يعطيك العافية دكتور، وشاكرين لتواجدك معنا وعلى هذه المعلومات التوعوية. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا. اللي يحب طبعا يتابعنا من خلال موقعنا gfc-mma.com أو يبعث لنا رسائل على موقعنا على تويتر @wanprotein أو يشوف الصور اللي بننزلها على الانستغرام @gfcmma. نشوفكم الأسبوع القادم، مع السلامة.